احنا لم نفاجأ بمثل هذا الموقف، ونحن بهذه المناسبة نذكر كل الحكومات العربية وكل المراهنين على الإدارة الأمريكية في إنصافنا كفلسطينيين على مدار 40 أو 50 سنة من النضال الفلسطيني من أجل إنهاء هذا الاحتلال، وإحنا نشوف كيف هذه الإدارة الأمريكية بتكيل بمكيالين. هذه الإدارة اللي بتدعي الديمقراطية وهي سيدة الإرهاب في العالم، هي سيدة القتل. هم من أجل مبنيين في نيويورك احتلوا كذا دولة في العالم زي العراق وأفغانستان وأزهقوا مئات آلاف الأرواح. احنا هنا هون كشعب فلسطيني من ناضل وبكل الوسائل السلمية بحاولوا يلسكونا تهمة الإرهاب، واليوم هم بنصروا هذا الاحتلال في بناء مستوطناته اللي خارج على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية، وبالتالي احنا ضد هذا الموقف الأمريكي وندينه بشدة. ليس جديدا بالنسبة للموقف الأمريكي أو الموقف الأوروبي حتى، تمام. احنا قضية صلنا من عاني سنين طويلة جدا، أطول مسافة بكل حركات التحرر القضية الفلسطينية. للأسف أنه الأمريكان ما فهمين الوضع الفلسطيني، وإحنا ضد ما قامت فيه وضد ما هو قام فيه أيضا أوباما. لدينا موقف الأمريكي بشدة اللي هو استخدام حق النقد الفيتو ضد قرار أو ضد مشروع قرار يدين الاستيطان في مجلس الأمن الدولي، لأن تجارب طويلة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة وواضح أنها انحياز سافر باتجاه الاحتلال وإجراءات الاحتلال، ويجب أن نضع حد ونناضل من أجل وضع حد لكسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام وعملية المفاوضات في هذه المناسبة. وشكرا. طبعا ليس غريبا على الولايات المتحدة الأمريكية أنها تستخدم حق الفيتو في القرار بالأمس مساء أمس، لأنه هذا هو طبيعتها وهو نهجها الموجود في المنطقة، على أساس أنها تكون هي المهيمنة على جميع الدول العربية وعلى جميع القرارات، وتكون هي الحضن الدافئ لدولة إسرائيل. هل هذا يشجع الاستيطان أيضا؟ طبعا يشجع بكل أساليب الاستيطان، وهذا يعني سيقضي على الأرض المتبقية.